اهلا. نسمع وايد ناس يقولون قلبي انكسر وقلبي مكسور، وانا مريت بشيء وايد تعبني وقلبي مكسور، بس ما ندري ان هذا التشبيه له اثر مو بس نفسي على الانسان، لكن له اثر حتى عضوي على الانسان، وفعليا في متلازمه اسمها متلازمه القلب المكسور. وايد نسمع إنسان لما يصير عنده مشكلة يقول قلبي عورني، قلبي انكسر، أنا أحس قلبي مكسور، ماني قادر أتحمل الصدمة الكبيرة اللي صارت لي. وإحنا كنا نسمعها وناخذها يعني كتشبيه، إن من كثر ما هذا الشخص يعني حاس بالألم، حاس يعني بقوة الصدمة النفسية، فيقول قلبي انكسر على هذا الشيء، قلبي انكسر على هالموقف، قلبي انكسر لما مثلا توفت والدتي، قلبي انكسر لما توفى والدي، قلبي انكسر لما صارت لي هذه الصدمة، قلبي. نسمع هذه الكلمة تتكرر تتكرر تتكرر، بس عمرنا ما فكرنا بعمق الكلمة وأثرها فعليا على الإنسان، وإن هي متلازمة موجودة فعلياً نفسية اسمها متلازمة القلب المكسور. متلازمة القلب المكسور قالوا عنها وايد وشرحوها وايد، وأنا حابة أشرح لكم إياها الحين عشان تعرفون العلاقة. لما الإنسان يقول قلبي مكسور أنا متضايق، هو فعلياً يحس إن قلبه مكسور. بمعنى متلازمة القلب المكسور، الشخص يحس إن في أعراض وكأن في لا سمح الله مرض قلبي، وهو ما يكون في مرض قلبي، هو يكون في مرض نفسي، هو عبارة عن صدمة نفسية كبيرة تصير حق الإنسان، فيحس وكأن أعراض الإنسان اللي عنده أمراض القلب، فيحس ساعات ضربات القلب عنده تكون وايد سريعة أو وايد منخفضة، يحس ساعات إنه نفسه ثقيل ما يقدر يتنفس، يحاول يتنفس نفسه وايد ثقيل، يحس إنه مثل ما يقولون شيء كاتم على صدره مو قادر يتنفس، يحسون ان كنا قلبه انكسر. وهو فعليا يصير يعني اعراض متلازمه القلب المكسور ان الانسان يحس باعراض مثل هذه جسديه، وهي من الامراض النفس جسديه، بمعنى من قوه الصدمه من قوه الفقد صار عنده هذا الشعور. هذا بعض الناس اللي يكونون يعني نضجهم العاطفي مو وايد كبير، ويكونون متعلقين بالناس اللي دار مدارهم بأهلهم القراب، تعلق مو التعلق العادي، التعلق المفرط، التعلق الزايد اللي يكونون أهما محور حياتهم. ففي يعني واحدة أعرفها وتعز علي وايد، وصارت لها هذه المتلازمة، فقدت زوجها وكانت علاقتها معاه علاقة ما شاء الله يعني وايد وايد كانت حلوة وجميلة، كانوا عندهم تجارب حلوة ويسافرون سفرة جميلة مرة مرتين بالسنة، سفرات حلوة يسافرون، عندهم هارموني، عندهم تناغم بالعلاقة، هي تطبخ للعشاء، هو إذا رجع مبكر يفاجئها أنه هو طابخ الغداء، يفاجئها أنه مثلا اليوم حاجز مسرح، هي تفاجأة أن في فيلم هو يحبه نزل بالسينما وهو ما يدري عنه بسبب انشغالاته الكثيرة، فهي عازمته، وأثنيناتهم يشتغلون، وأثنيناتهم ناس ناجحين وايد 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 بالمجتمع، بس ما شاء الله ما شاء الله كانت علاقتهم جميلة جدا جدا. يعني أنا لما كانت تسولف لي على العلاقة دائما أقول لها ما شاء الله، يعني هذه العلاقات موجودة بس نادرة، اللي حتى بعد مرور زمن طويل من الزواج 15 سنة 18 سنة هم ليما الحين على نفس التناغم، ليما الحين على نفس التوازن، وايد عطاها حب، وايد هي عطتها حب، وايد يديرون بالهم على بعض، حنونين على بعض، وايد حنونين، إذا مرض هي تدير بالها عليه ليما يطيب 100%، إذا هي مرضت يجيب لها الأدوية ووديها الدكتور وينطر معاها موعد الزيارة الثاني، وكان يعني يهتم في كل تفاصيل حياتها، ويعني حياتهم الحمد لله كانت مستمرة بشكل زين. لكن يعني خلينا نقول ساعات يكون الموت أسبق، إنزين يعني لا سمح الله، وفجأة طاح وتعب عليها ودتها المستشفى، وعرفت إن الحين المرض اللي صار له بالقلب هذا مرحلة متقدمة وخطيرة، مهما حاولوا يسووا له يعني عمليات ما راح تنجح. بس طبعا الإنسان ليه ما آخر يوم بحياة اللي يحبه أو بحياته ما يقطع الأمل، دايما يحط الأمل إن شاء الله راح يطيب، إن شاء الله راح يكون زين.
وللأسف الشديد فقدته في هذه التجربة اللي كانت وايد صعبة وايد يعني سيئة عليها، ودخلت في مرحلة وايد صعبة، دخلت في اكتئاب تعبانة، لأن تقول أنا ما أعرف ولا شيء يعني بدونه. لما رحنا زرناها تقولي أنا ما أعرف أسوي ولا شيء بدونه، أهو يروح معاي حتى الجمعية يشتري معاي الأغراض، كل سفراتي أهو وياي، متعلمة أرجع من شغلي أقعد أتقدم معاه وأقول له عن يومي ويقول لي عن يومه، فكان محور حياتي يعني طول الوقت. فالحين لما راح والله خذ أمانته حسيت إن أنا يعني ضايعة، حسيت ما عندي شعور لا بالحب ولا بالأمان ولا بالاستقرار، وياني شعور على إن هي يعني مرة كبيرة تقول ياني شعور بالخوف وياني شعور بالوحدة، يعني عمري 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 ما تصورت إن أنا راح أحس بالوحدة لهالدرجة، مع إن هي عندها عيال وعندها أصحاب وعندها ناس يحبونها وايد وأخوانها وخواتها يهتمون فيها، بس سبحان الله شريك الحياة ما حد يعوض مكانه، لأنه هو يدخل في أشياء عميقة بالنفس وبالحب وبالحنان وبالعطاء الاستقرار، مختلف عن عطاء الأخ والأخت والأب والأم. فتقول دخلت يعني بدوامة من ضيقة خلقه من الاكتئاب، تقول عقب فترة قمت أحس أن فعليا أنا قلبي مكسور، تقول وأحس أن قلبي تعبان، وقام إييني انقباضات بالقلب، وفجأة ألاقي أن ضربات القلب عندي قامت تصعد، فجأة أحس أن في تعرق بالإيدين، فجأة أحس أني تعبانة ما فيني طاقة. تقول وأنا قاعد أقول يمكن هذا كله أعراض نفسية من الفقد يعني. تقول لما رحت الدكتور وقلت له أنا وايد تعبانة وطلعت من العدة وأنا إنسانة يعني مؤمنة بقضاء الله وقدره وكل هذه الأشياء، بس أنا ماني قادرة يعني أتخطى هذه الصدمة النفسية الكبيرة اللي صارت لي. فقال لها الدكتور أنت يتعانين من متلازمة القلب المكسور، أنت الصدمة كانت وايد أكبر منك، فما أثرت عليك فقط تأثير نفسي، لكنها أثرت عليك من قوتها على جهازك العصبي، جهازك العصبي ما تحملها، نفسيتك ما تحملتها، فقامت تعطيك أعراض جسدية مثل هذه الأعراض الجسدية اللي أنت حسيتي فيها، وهذه إحنا نسميها هذه المتلازمة القلب المكسور، وأنت لازم تغيرين روتين حياتك، لازم تبتدين تمشين، لازم تأخذين أكل صحي، لازم تبتدين تسوين تأملات، لازم تأخذين فيتامينات معينة. وعطاها يعني بروتوكول كامل ان هي تسويه كدكتور، وقال لها من الافضل ان انت تراجعين دكتور النفس اساس الدكتور النفسي هو اللي راح يساعدك، لان هذه الاعراض كلها مرتبطه ارتباط مو عضويا وجسديا، ولكنها هي بالمرتبه الاولى جايه من النفسيه. وفعليا يوم راحت وقابلت دكتور نفسي وشرحت له الاعراض اللي صارت لها ما بعد الصدمه المريرة اللي مرت فيها بعد وفاة زوجها، قال لها فعليا أنت تحتاجين تاخذين بعض العلاجات المضادة للاكتئاب وبعض الفيتامينات اللي لازم تاخذينها حق فترة قصيرة إلى أن تعودين إلى سابق عهدك. وفعليا والله خذت العلاج وطمنت عليها، وبعد 6 شهور بدت شوي شوي حالتها تصير أحسن، ورجعت على مزاولة حياتها الجديدة ومزاولة عملها، ويعني الألم موجود بس طبعا خف بنسبة 90%. عشان كذي حبينا اليوم نوضح لكم هذه المتلازمة عشان تكونون واعين فيها، وإن شاء الله تكون بعيدة عنكم كلكم. بعد ما عرفنا أن الإنسان يتأثر بالأمراض النفس جسدية وصدمات النفسية اللي نمر عليها تأثر علينا، حاولوا كلكم تكونون رحيمين مع أنفسكم، وحاولوا تعطون أنفسكم قوة وتثبتون أنفسكم، بحيث أن هذه الأشياء النفسية اللي تصير لكم ما تأثر عليكم تأثيرات أن لا سمح الله يصير فيكم أمراض. لازم يكون عندنا مرونة نفسية ونحفظ نفسنا من الأمراض الجسدية.